نقدر برا بعدا شهدوا الحمد لله. وما في الحمد لله كاين واحد بالنسبه ل الحمد لله كاين واحد الطلب كبير على التذاكر، لان كاين دابا شي ثلاثه القاعات اللي مفتوحين، كاين قاعات اليوم بالفلوس وكاين قاعات اللي فيهم التذاكر اللي احنا عارضين على الناس، خصوصا الصحافه والمستشارين اللي معنا والاخوه اللي تعاونوا معنا والممثلين باش يكون واحد اللقاء، وكذلك النقاد. فالحمد لله ما كناش منتظرين هذا الوفد كله ديال الناس غادي يوفد عندنا، هذا فكنعتذروا لهم وكنتمنوا انهم يسامحونا لان ما كناش منتظرين هذا. وربما الصدى ديال العرض قبل الاول اللي كان في الرباط، الناس عرفوا ان الفيلم يستحق انه يجيو يشوفوه، فهذاك الشيء علاش جي. ولكن تيبقى الحكم دائما من بعد ان شاء الله، نتمنى انه ينال اعجابكم، اعجاب الصحفيين كلهم ان شاء الله. سيدي مومان خصوصا كان يرحمنا، كان هائل. اكتشفنا واحد الشريحه من الناس اللي هما طيبين، شباب اللي تبارك الله كلهم مواهب وكلهم طيبوبه واخلاق. يعني بغينا النظره اللي بغينا للخوى للناس، لانهم الانسان بعد الخطر تيحكموا بالمستوى الاجتماعي، فرغم ان المستوى الاجتماعي ديالهم ضعيف جدا، ان شريحه اللي هي مهمشه، لكنهم تيحاربوا تيحاولوا يديروا مجهود باش يطلعوا للقمه ويكونوا من الناس اللي ممكن يسيروا البلاد واحد النهار. لقينا فيهم شباب اللي هما مثقفين، شباب حاملين شواهد كبيره، شباب اللي عندهم مواهب ديال التمثيل لانهم مثلوا معنا، الناس الساكنه ديال رحامنا تعاونوا معنا، يعني كنا بحال شي ضيوف عندهم، كانوا مساكن كيجبدوا داكشي اللي عندهم غالي ونفيس كيعطيو لينا، يعني لا من اكل ولا من شرب ولا كذلك حتى الاحترام. ملي كتقول لهم سكتوا كيسكتوا، رغم ان الدراري الصغار داكشي، فهما تعاونوا معنا، ما كان لا امن لا والو، كانوا هما اللي دايرين الامن. فانا تنقدم لهم الشكر الجزيل للناس ديال سيدي مومن عامه، ولكن بالاخص الساكنه ديال رحامنا. نظرتك كممثل وكمخرج، يعني هذا الفيلم فاش غيخرج للوجود، يعني غيتفرجوا فيه الناس، يعني شنو هو الصدى ديالو الاخير رحامنا؟ ونتمنى من الله ان صوت الشباب ديال الصوت ديال الناس او الساكنه ديال كريان رحامنا، هذا الصوت يوصل للمسؤولين، يوصل للناس اللي عندهم اهتمام، ويمشيوا في الخطى اللي مشى فيها صاحب الجلاله الله ينصره، انه الان الحمد لله اعطى انطلاقه ديال فيما يخص السكن، فيما يخص هذا يعني التغيير والعداله الاجتماعيه باش يوطدها ويحطها. المساله ما كتفاجئناش من صاحب الجلاله، لانه دائما حاضر في هذه المسائل، وهذا الشيء تيفرح. وكنتمنى ان المسؤولين الاخرين كلهم يمشيوا على الخطى ديالو ويديروا نفس الشيء ويفتحوا الحوار، لان اهم شيء اللي كنهضر عليه في الفيلم هو الباب ديال الحوار، ملي كيتسد تيتخلقوا اشياء اللي حنا لا يحمد عقباها. فنتمنى من الله انهم يفتحوا الحوار ويحاولوا يشوفوا اشنو خصهم هاد الناس، ولقوا الحلول جميعا، لاننا كنا مغاربه وكنا مواطنين وكنا كنحبوا بلادنا وتنحبوها.